بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 86 من سلسلة دروس شرح منار الإمام النسفي في أصول الحنفية، وكنا قد انتهينا من عوارض الأهلية السماوية تفصيلا في الدرس الماضي، وانتهينا بأحكام الموت. انتهينا من أحكام الموت، ثم قال الشيخ رضي الله عنه: ومكتسب، وهو أنواع. الأول الجهل، وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة كجهل الكافر. العوارض المكتسبة هي التي يتسبب الإنسان فيها، أو تكون بتقصيره أو بفعله. يعني هناك شيء من عمل الإنسان، إما إيجابي يعني هو يفعله، مثل السكر يشرب الخمر، هذا بفعله هو، أو بتقصيره مثل الجهل قصر في العلم مثلا. فالعوارض المكتسبة هي الأصل أن لا يكون الإنسان جاهلا، ينبغي لا يكون جاهلا، ينبغي أن يتعلم دينه. فإذا جهل فهذا تقصير منه، فهذا من فعله. قال: ومكتسب، وهو أنواع. الأول الجهل، الآن واضح الجهل هو نقيض العلم، وقلنا مرارا تحدثنا في هذا، قلنا يعني العلم إذا كانت جازما يقينيا مطابقا للواقع بنسبة 100% يسمي يقين أو علم، ليس مشكلة. إذا نقص عن هذا يقال ظن، لكن ما لم يصل إلى 50%، يعني مثلا 100% علم يقيني تام، 99 إلى 51%، طبعا هذا يسمونه ظن. لكن أيضا درجات، في ظن راجح مثل 99%، وفي ظن يعني خفيف. إذا وصلنا إلى 50% هذا شك، إذا نقص يسمى وهم، إذا وصلنا إلى الصفر لا يعلم شيئا يسمى هذا جهل بسيط، مثل جهل معظم المسلمين. إذا صار علم الشيء مغلوطا على غير وجهه اسمه جهل مركب. وفي نوع جديد هذا اخترعه بعض العلماء، هو يعمل الكوثر رحمه الله، اسمه الجهل المكعب. يقول هو جاهل ويعلم الأشياء على غير حقيقتها، ويظن نفسه أعلم الناس، مثل كثير من أساتذة الجامعات، مثل كثير من الدكاترة يظن هكذا، وهذا اسمه جهل مكعب. إذن نقيض العلم وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة كجهل الكافر. هناك جهل لا يقبل العذر أبدا، وصاحبه مؤاخذ لا محالة، لا محالة سيؤاخذه الله سبحانه وتعالى، وهو الكافر بعد أن علم الحقيقة وأعرض عنها، جاءته واضحة خالية من الشبهات فهو أعرض عنها. قال: هذا لا يكون عذرا يوم في الآخرة، فهذا مكابرة وجحود بعد أن وضحت الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، على صدق الأنبياء، ثم أعرض قاصدا. وانتبهوا جيدا، أنا كتبت من يومين ثلاث في هذا، قلت يعني الدلائل هذه تأتي مرة واحدة. إيش الآية؟ ونقلب كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني إذا أعرض أول مرة بعد أن اتضح كل شيء عنده، الله سبحانه وتعالى يحجبه بعد ذلك، ولا يستطيع أن يعود إلى الهدى. وهذا الذي قال عنه الله جل جلاله، ربنا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. متى جاءتهم هذه الحالة؟ بعد أن أعرض أول مرة. وهذا حدثنا يعني أعشى أتى بقصيدة يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، واعتقد نبوته، شاعر صنداجي من العرب، يعني أكثر من أعشى عندنا، لكن هذا الأعشى ليس هو صنداجي العرب، أحد يعني هم عدة يعني أشخاص لقب الأعشى، العشاء هو ضعف البصر لكن شعراء. فهذا الأعشى أتى بقصيدة موجودة يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من قبيلته أظن من عمان إلى العرجي هكذا، فالعرجي
ما أدري نقطها. فهذا الرجل أتى بهذه القصيدة يمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام. لقيه واحد من قريش قال له يعني أنت إلى أين؟ قال إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال لماذا؟ قال حتى أؤمن به ورسول الله حقا. خاف هذا أعشى وشاعر والناس سيسمعون أن الأعشى آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت حتى أنا يعرف هذا يعني نفسه الضعيفة. قال تعرف أن هذا محمد ماذا؟ قال يأمر بالخير والمعروف والنهي عن المنكر ويأمر بصلة الرحم. قال لا لا لا، هو يحرم الخمر ويحرم الزنا، وهذا يعني نفسه معلقة بهذه الشهوات. قال دعني أشبع منهما عامي هذا وأسلم بالعام القادم يعني. فدقت عنقه في الطريق، يعني مات كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه أعرض عن الهدى أول مرة. فهذا اللي هو أفعل ثم أتوب بعدين، هذا خطر كبير جدا جدا. لذلك إيش؟ الإنسان يبادر بالتوبة مباشرة إذا وقع في معصية مباشرة، لا يوجل. نعم. قال وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى، هذا جهل أدنى، وهو أيضا درجات، قد يصل العياذ بالله إلى الكفر، مثل التجسيم الصريح الذي يعتقد أن الله جسم حقيقي ينزل ويصعد ومجزأ من أعضاء، وأن الله تعالى يحويه مكان، وأن هكذا والعياذ بالله، هذا تجسيم صريح. هناك جهل المعتزلة في صفات الله جل جلاله، هذا جهل بدعة، والبدعة درجات، في بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وفي بدعة دون ذلك. وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى فهذا أيضا لا يعذر في أحكام الآخرة. لذلك قلنا الاجتهاد في أصول الدين، قالوا في أصول الدين إذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. فالخطأ في العقيدة نسميها العقليات، لا يقبل، لا يقبل. إذا الإنسان اجتهد لابد أن يصل إلى الحق لا محالة، إذا لم يصل معناها حل المسألة غلط، مثل مسألة الرياضيات لابد أن، وذلك ماذا يفعل أساتذة الرياضيات خاصة في الجامعات؟ ينظر إلى الحل، النتيجة صحيحة، إذا كانت النتيجة صحيحة يبدأ الخطوات ثم يراجع يصحح الخطوات، إذا النتيجة غلط كل السؤال يذهب. وذلك التصحيح عندهم سهل، مو مثل حكايتنا نقرأ كل كلمة. فأساتذة الرياضيات هكذا يفعل، ينظر إلى الحل، الحل النهائي غلط معناته إيش؟ الطريق غلط، فيشطب على الجميع. كذلك العقيدة مثل الرياضيات لابد أن تصل النتيجة حتما، إذا ما وصلت معها الطريق غلط، تمام؟ لذلك يسمونها عقليات، والرياضيات عقلية. نعم. وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى. قال وأحكام الآخرة، يعني وفي أحكام الآخرة، وفي جهل، وجهل في أحكام الآخرة وأحكام الآخرة، إذن في صفات الله وأحكام الآخرة. وهذا الجهل بالميزان والصراط، المعتزلة يتفلسفون، وكثير من الناس مثل اسمه أهل الأهواء، أهل الأهواء كل فترة يطلع لنا واحد، أنا في واحد اسمه عدنان إبراهيم طالع من فترة، يعني صار له شعبية كبيرة جدا، اسمه أهل الأهواء، أهواء مرة يأخذ بالحديث مرة لا يأخذ به، مرة يقبل قول أهل السنة مرة يرفضه، مرة يحكي عن الشيعة ويشتمهم، ومرة يأخذ قولهم في، وهكذا. هذا صاحب هوى. من أين يأتي الهوى هذا؟ من سعة الاطلاع بدون شيخ. إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم تعرف ما قصته؟ وقال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فأنا جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يأتي هذا عدنان إبراهيم إلى خبر موجود، هو يكره معاوية جدا، ويقول أن هكذا صح الدين وصح العقيدة وكذا، خاص أهل السنة أخطأوا في يعني عدم الشتم معاوية. فيأتي بأخبار من كتاب الأغاني، كتاب الأغاني هذا شيعي محترق، والرجل يأتي كما قال العلماء يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا، وهو كذاب، هو كتاب أدب أصلا، مو كتاب رواية. فيأتي بسبائب وشتائم لمعاوية، يأتي الأخون هذا بهكذا، يأخذ من إيش؟ الأغاني ونحوه، مدخول الأغاني ونحوه، في أيضا كتب من هذا القبيل، ثم يرفض أحاديث في البخاري ومسلم، أحاديث في أعلى درجات الصحة يرفضها. لماذا؟ لأنها ترفض الهوى، لا توافق الهوى.
ويقبل أحاديث في الأغاني وغيره، وهكذا أصحاب الأهواء. لذلك المشايخ زمان بعض الناس ما يعجبوا الحكي هذا، يقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، هكذا من لم يكن له شيخ فعلا فشيخه الشيطان، هكذا ما علمه أصول العلم، ما علمه أصول النظر، ما علمه أن هذه الأمة معصومة. إيش الأمة معصومة؟ كل الأمة، يقصد علماء الأمة، لما يقرؤون الحديث ويفهمونه، ثم يأتي شخص آخر وينقض فهم الأمة جميعا لهذا الحديث أو يرفض الحديث بالكلية، كل الأمة تقول عيسى ينزل آخر الزمان. لماذا؟ لأن الخبر تواتر فيه، يأتي هو وأمثاله يرفضونه. لماذا؟ هذا بسبب الجهل، جهل الهوى. نعم. وأحكام إلى خالص مثل المعتزلة، المعتزلة ميزان صراط. قال ليش يعني ميزان صراط؟ ميزان، شوف كيف يفكر المعتزلي بعقله الاستحساني ليس بالعقل البرهاني. كيف يقول ميزان؟ ليش ربنا يوزن؟ ربنا بحاجة الميزان، كل الناس عارفة بحاجة الميزان مثلا. والصراط يعني ايش هذا الصراط النافع؟ خلاص ما في داعي له، اما حساب اذا كان في الجنه، اذا كان ميزان درجاته زاد فهذا يكون في الجنه. طبعا ليس كل المعتزله، كل بعض يعني، حتى موضوع ميزان ليس الجميع. فياتي يرفض الشيخ يقول ما في حاجته، كيف توزن هذه؟ اول هي اعراض تفلسف علينا، اعراض والعرض لا يوزن. مثال أعراض في ميزانك العقل الدنيوي هنا لا ينفع، صحيح العرضات لا توزن، لكن الآخرة فيه تغييرات. شفنا العرض وهو الموت يتشكل سبحان الله على شكل كبش ويذبح، إذن الآخرة لها نظام مختلف عن نظام الدنيا. فحينما تقيس الغائب اللي هو الآخرة على الشاهد تطلع معك نتائج عجيبة. نعم. حتى جهنم نفسها تناقض العقل تبعك هذا، والله حتى يفوت النار بالنار والنار تحرق ليل نهار ويظل الخلايا حية، هذا ما هو موجود، مستحيل عرفا طبعا، ليس عقلا في الدنيا، ما يمكن أبدا. واحد حطه بالنار خمس دقائق انتهى خلاص صحة، بس يعني هم كل مكان خلاص خلاص الآخرة ما لا يكون هذا. لذلك كل شيء تقيسه بعقلك الدنيا وهذا حسي اللي هو الشهواني الاستحساني مشكلة. قال هذا الحديث مخالف للعقل، أي عقل مخالفه؟ وليش قبله كبار العقلاء؟ ليش لماذا قبله كبار العقلاء؟ لأنهم عقلاء. طيب إيش رأيك إنه يجيب لك مثل عندنا كان زمان واحد بالشام قال البخاري في بقرة تكلمت وهذا مخالف للعقل، طيب ارفض القرآن أيضا. الهدهد تكلم والنمل تكلم وكل الكائنات تكلمت مع سليمان، صحيح وبنص القرآن، بنص القرآن. إذا هذا يخالف العقل، إذا نرفض القرآن. لذلك الإنسان يكون عنده ميزان، هذا الميزان يأخذه بصحبة العلماء الراسخين في العلم. وأحكام الآخرة وجهل الباغي، الباغي هو الذي يخرج عن الإمام الحق، ثم البغاة، هذا جهل وعنده تأويل متأول أنه هكذا حصل كذا كذا كذا، هذا مخالفات للدين مخالفات لكذا، فأعلن ثورة مسلحة كما في فتنة ابن الأشعث. علماء هؤلاء فقهاء صالحون رأوا أن الحجاج يفعل ويقتل، ظلم كبير جدا، قالوا تعالوا نخرج عليه. لما خرجوا سال الدم للركب وبعدها رجع الحجاج وقتل من أشكال والوان من العلماء والصالحين وكل، وأقر وأمرهم أن يقروا على أنفسهم بالكفر حتى يقبلهم، أن تقول كنت كافرا وأنا ليش أتوب وأسلم من جديد وإلا ما في. إيش هذا؟ إذن هذا السبب. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله الذي يخرج على السلطان الظالم من أجل أن يحقق العدل، قال كمن هدم مصرا ليبني قصرا، هدم دولة كاملة. هذا السلطان ما يتنازل عن الحكم. وإذا سمعنا بعض الناس أنتم شيوخ سلطان، لا والله يا بابا، لما كنت أنت تسبح بحمد هذا السلطان بكرة واصيلة كنا يعني لا لن نفصل، كنا نؤذى من قبل هذا السلطان وكنا نقع في مشاكل كبيرة جدا، كل واحد منا له ملف في هذا الأمر. إذا لا، ليس الأمر هكذا، هو ظالم
وجائر، وايضا لا يجوز الخروج عنه. لماذا؟ لان هذا سيؤدي الى مهلكه كبيره للامه كالذي حصل في بلادنا وانتم ترون. فهذا الباغي متاول فهو وجاهل، هذا تاويل فاسد مخالف للدليل الواضح الذي نهى فيه النبي عليه الصلاه والسلام عن الخروج عن الظالم الا اذا كان كافرا او اعلن الكفر بواح والعياذ بالله، وعندنا قدره وشوكه على الخروج، واذا كان كافرا ونستطيع ان نزيله بسهوله فهذا لا باس. قال حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه. هذا يضمن مال العادل، يعني اذا خرج عن سلطان عادل وكان متاولا فيضمن ماله، خرج عليه ثم بعد ذلك تمكن منه، هذا كل ما اتلفه من هذا المال يضمنه. نعم، او نفسه حتى، يعني اذا قتل يؤخذ بانه قاتل، هو قاتل. نعم، فجهله هذا يعني لم يعتد به. نعم، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد، هذا اسمه جهل واضح. وهو ماذا؟ إنه عندي دليل صريح مريح والعلماء كلهم على خلافه، ثم يأتي ويخالف هذا الدليل، يقول كداود الأصفهاني. لذلك قالوا لا يعتد بخلاف داود الإمام الظاهري الأول، كان رجلا صالحا، وفي ذاته كان رجلا صالحا، يعني هو الورع ويخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى وشديد الورع. وبعض الناس سمع ان الرجل يعني في حاله فقر ويعني وضيق، فتكلم مع بعض الاغنياء ومع بعض السلاطين، مع بعض الاغنياء، قال له ارسل له مال، هذا فقير مسكين ومن العلماء. فاتى اليه بسره فيها مال. هو كان داود كان شديد المزاج، حاد الطبع، يعني لم يكن لطيفا، يعني عنده غلاظه فيه في 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 في. فلما جاء هذا ليدفع له المال، ومال كثير جدا جدا، زجره بشده، فندم وذهب لصاحبه قال هذا تفعل به هذا؟ أن آتي لأعطيه المال ويفعل بي كذا وكذا، هكذا طباع الناس. فهذا رجل طبعه غليظ رحمه الله، وكان من الصالحين الزاهدين في الدنيا، نعم، لكن هذا لوز. فهذا غلاظة الطبع هذه والشدة تؤدي الإنسان بآراء غريبة. هذا أفتى ببيع أمهات الأولاد، أم الولد يعني المرأة الأمة التي يعني يتسرى بها مالكها، ثم وهو حر، ثم تنجب ولدا، هذا تسمى أم ولد. أم الولد هذه ولدها يعتقها، يعني لا يحل بيعها، فإذا ما مات مالكها عتقت مباشرة، لأنها تحولت إلى المورث، والولد من الورثة، الولد من الورثة، فلا يحق له أن يملكها، لا يحق للإنسان أن يملك أصوله ولا فروعه، فإذا ما ملكها صارت حرة مباشرة. جاء داود أفتى ببيع أمهات الأولاد، هذا كلام غير صحيح وغير يعني وين أتى به إمام كبير، فهذا مخالفة نعدها جهلا. لذلك قالوا لا عبرة بخلاف داود. وجهل من خالف في اجتهاد الكتاب والسنة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ونحوه، يعني ونحو هذا الجهل، أو هذا معطوف على قال إيش؟ نعم. قال والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. في عندي موضع اجتهاد صحيح وليس مخالفا للكتاب والسنة، قال بأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، كمن صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر وعنده أن الظهر جائز، فالعصر فاسد لأنه جهل على خلاف الإجماع، لأن أداء الظهر بغير وضوء لا يجوز بالإجماع فلا يصلح عذرا، وإن قضى الظهر ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز، جاز المغرب لأنه جهل في موضع الاجتهاد. فإن من العلماء من يقول عندهم يقول بوجوب التدريب، ينبغي أن تكون لا يقول بوجوب الترتيب. النسخة عندكم؟ لأنه إذا كان الترتيب واجبا، إذا كان الترتيب واجبا كمذهبنا الحنفي في أقل من خمس فوائد، في خمس فوائد فأقل، هنا يجب عليه أن يرتب. إذا فاتته صلاة
إذا فاتت الصلاة ثم صلى التي بعدها لا تحل الصلاة التي بعدها كما درسنا في الفقه لأنه لم يرتب. فمثل هذا وهو جاهل مثلا فهذا يعني من العذر الذي يمكن أن نقبله، هو لم يخالف الكتاب والسنة لأن بعض الأئمة المجتهدين لا يقول بوجوب الترتيب فعد عذرا هذا. أو في موضع أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذرا وشبهة كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته، وكمن زنى بجارية والده على ظن أنها تحل له. والده أو ولده؟ والده. عندك والده؟ نعم. هذا جهل هنا يعني في شبهة. مثل ماذا؟ إنسان في عندي حديث يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وقال به بعض قلة من العلماء قال بأن الحاجم والمحجوم يفطران أخذا بظاهر الحديث. هذا الحديث حمله الجمهور على يعني أن هذا يؤدي للفطر، لأن الحاجم كان في الزمان الماضي يمص الدم بفمه بعضهم، فهذا ربما يسبق شيء إلى ريقه إلى حقه إلى كذا فيؤدي إلى فطره، والمحجوم ربما يحصل له ماذا يعني تعب وضعف فيؤدي به إلى الفطر بحاجة إلى التعويض هذا الذي ذهب. فقال أفطر الحاجم والمحجوم تحذيرا يعني. أما أنه لا يفطر فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه احتجم وهو صائم. طيب جاءنا واحد واحتجم ثم بعد ذلك أكل وشرب أخذ بهذا، هذه شبهة، فهنا لا تجب عليه الكفارة. لا تجب عليه الكفارة لماذا؟ لأن هناك شبهة، وهي ماذا؟ أن هذا قال به قلة من العلماء، هذا فيه حديث يصلح الشبهة في مثل هذا. أو من زنى بجارية والده أو حتى ولده أو جارية الولد، هنا أنت ومالك لأبيك، يعني إذا أخذها الأب إذا أخذها من مال أبيك، طبعا في تفصيل في هذا، يعني ليس كل مال الأب وليس كل مال الابن يحل للأب. لا نتكلم في هذه الصورة، نتكلم الآن في من زنى بجارية ولده، الجارية لأبيه، وهنا في شبهة ملك ظن أنها تحل، هذه بعد الميراث ربما تكون من نصيبه، فمع هذه الشبهة لا نقيم عليه الحد، فهذا من الجهل الذي يقبل. يقبل عذرا، أما هو آثم وزاني وكذا، لكن يقبل لا نقيم عليه الحد، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إدرى الحدود بالشبهات، فنحن في باب الشبهات نتوسع في الرد. والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذرا. عندنا قاعدة تقول لا يعذر الجاهل بالأحكام في دار الإسلام، في دار الإسلام ومو عارف أن الصيام فرض ولا يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم هذا لا يقبل، يقام عليه الحد وخلاص ماشي. قل يقال له الآن علمت بعد الحد. أما في دار الكفر، والحقيقة بعض الناس يقول كيف هذا الآن في هذا الزمان هذه الأحكام موجودة؟ نعم يا أخي الأحكام موجودة، نعم في الزمان الماضي كان الناس أحوج إليها لأنه فما كان يعرفون شيئا عن الإسلام بالكلية، أما الآن وجدنا مع الأسف الشديد من أناس نعرفهم بالاسم من أبناء المسلمين الذين سكنوا في مع بداية الأزمة الفلسطينية الذين ذهبوا إلى بلاد مثل بيرو وفنزويلا وهذه البلاد البعيدة وأخذ الجنسية هناك، وكان الأب فاسقا أو كان مهملا لدينه، الابن تعلم في تلك المدارس والابن أنجب، الجيل الثالث ربما يكون نصرانيا والعياذ بالله، لكن لا يعني بعضهم الذين هم مسلمون والذين هم من المصلين والذين يصومون لا يعرف أساسيات أحكام الإسلام، لا يعرفنا أن الحجاب فرض، تعلم هذه بعد أن تعلم، ولا يعني يجلس الرجال والنساء معا ويأتيهم الشيخ من بلادنا ليكون إماما، فالرجال والنساء نصف عاريات، عندهم جهل في أحكام الإسلام. فمثل هذا الجهل يقبل عذرا ولكن بعد أن يعلم لا يحق له أن يصر عليه.
حينما يعلم أن هذا حكم الله تعالى يحق له أن يصر. قال ويلحق به نعم. طيب إذا كان في دار حرب هذا العذر يعني يكون مقبولا، في دار الإسلام لا يقبل، كما قلنا قاعدة احفظوها، لا يعذر الجاهل بالأحكام في دار الإسلام. ويلحق به جهل الشفيع وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر بإنكاح الولي، وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق. نعم وضده. الآن بعض الأشياء يقبل فيها العذر بالجهل. قال ماذا؟ جهل الشفيع لا يعلم أن لا يعلم ببيع دار له شفعة فيها، يعني جاري. والحنفية نحن نقول بأن الشفعة للجار، حق الشفعة تحدثنا عنه سابقا. فإذا باع جاري طبعا للشريك الممازج في المشاع باتفاق الفقهاء، يعني عند الأرض مشتركة باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء له حق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ يعني إذا باع شريكي هذه الأرض فلي أن أخذها بثمن مثل حتى لا يأتي جار لي يضرني. الحنفية يقولون بشفعة للجار أخذ بالحديث الجار وحقه بسقطه. باع صاحبي هذا شريكي أو جاري، باع نصيبه من شخص آخر وأنا لا أعلم، مضى أسبوع أسبوعان ثلاثة، ففي هذه الحالة يحق لي أن أعترض وأن أطالب بحقي في الشفعة. فالجهل هنا من الجهل المقبول، أنه يمكن أن يحصل عادة ما علم. نعم. وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار، هذه أمة متزوجة، أمة متزوجة من عبد، حصلت في قصة بريرة ومغيث. بريرة كانت أمة متزوجة من شخص اسمه مغيث، بعد أن عتقت صارت حرة، لها الخيار إما أن تمضي هذا الزواج وإما أن تعترض، تقول أنا لا أتزوج عبدا، لأن صارت أعلى منه درجة. بريرة ما قبلت به، ما قبلت، يغضب وصار يمشي في الشوارع أم على وجهه، حتى شفع النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلت. يعني سبحان الله سبحان الله. إذن هذه تجهل حقها في هذا الأمر، أو أنها عتقت وهي لا تعلم، فهذا الجهل يقبل في هذه الحالة. وجهل البكر بإنكاح الولي، جهل البكر بإنكاح الولي، إذا أنكحها وليها البكر هذه لها حالات. إذا أنكحها أبوها أو جدها ليس لها أن تعترض، لأن الأب أعرف بمصالح ابنته. أما أنكحها شخص آخر من الأولياء، هؤلاء لا يهتمون كثيرا، ربما يريد أن تخلص مسؤولية، يعني بنت في مسؤولية نخلص، فزوجها وهي إيش بكر، أو هي قبل يعني البلوغ، أو بكر يعني زوجها وهي بكر. فهذه إذا زوجها أبوها أو زوجها جدها، بخلاف ما لو زوجها باقي الأولياء، فهذه
بلغت الآن. بلغت، إذا بلغت نحن قلنا غير بالغة. بلغت الآن، لأنه عندنا الحوال إما تكون غير بالغة أو تكون بالغة. البالغة لها حالتان، إما أن تكون بكر أو تكون ثيب. الثيب لابد أن تنطق، الثيب لابد أن تنطق، البكر لابد أن صماتها يكفي. إذا قالت لا أريد، إذا رضيت السكوت يكفي. نعم، إذا سكتت هذا علامة الإقرار. التفصيل هذا في الفقه. الآن هذه زوجت قبل البلوغ فبلغت، الآن ملكت الخيار. طيب إذا جهلت هذا فهذا من الجهل الذي يقبل. نعم، فإذا علمت يحق لها مباشرة أن تعترض. نعم، قال ولذلك الشيخ قيده بإنكاح الولي. قلنا بإنكاح الأب أو الجد، بإنكاح الأب، لأن أب الجد يعرف مصلحتها أكثر من نفسها بخلاف غيره. نعم، قال وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق. في عندي وكيل وكلته وهو يجهل، يجهل أني وكلته، فهل هذه الجهالة تقبل؟ نعم تقبل. أو ذلك بعد ذلك إيش قل؟ وجهل الوكيل والمأذون، أو أذن له بالتجارة أو بالتصرفات. نعم، هو لم لحظة عبارة قال وضده، وكل وهو لا يعلم، يقبل هذا العذر؟ فهل يحق له أن يتصرف أو لا يتصرف؟ هو لا يعلم. طيب قال ضده، ما هو ضده؟ عزلته عن الوكالة وهو يظن نفسه وكيلا وتصرف بناء على تلك الوكالة، هذا الجهل يقبل، هذا الجهل يقبل، لأنه لماذا لم يعلمه؟ أما إذا علمه تم الأمر. فأنت وكيلي، فبناء على تلك الوكالة باع واشترى، فيقول له لا، هذه البضاعة لك أنت، أنت اشتريتها لنفسك لأنك لم تعد وكيلا لي. نعم، إذا كان يعلم أو كان أبلغه بطريق قانوني أو نظامي، ففي هذه الحالة نعم يكون قد اشتراها لنفسه. أما إذا كان لا يعلم فهذا من الجهل الذي يقبل. وهذا معنى وضده، يعني أي بالعزل والحجر فيكون عذرا، لأن فيه ضرب إلزام فلا يثبت بدون علم. نعم، هذا واضح. طيب بعد ذلك سندخل في موضوع آخر وهو السكر، نرجو الدرس الآخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.